أصدقائي، بهذا الفيديو رح نتعرف على أداة جديدة أضافها اليوتيوب. هاي الأداة من خلالها منقدر أنه ننتقل الكلمات المفتاحية اللي أكثر بحثاً على الإنترنت أو على اليوتيوب، وطبعاً رح تغنينا عن الأدوات الخارجية مثل أداة فيد آي كيو أو غيرها. طبعاً هاي الأداة عم تنضاف تدريجياً على جميع القنوات، طبعاً بالتدريج يعني، ولكن في إلى سلبية رح نتعرف عليها، فخلوكم معنا أصدقائي بعد الفاصل لحتى نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ معكم أخوكم نادر الشيخ من قناة ناش تيفي. أصدقائي، بهذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرف على الأداة الجديدة اللي أضافها اليوتيوب في قسم الإحصاءات من خلال استوديو يوتيوب. ندخل على قسم الإحصاءات وبعدين رح نلاقي هاي الأداة الجديدة اللي هي أبحاث بجانب الأرباح أو بجانب المحتوى. أداة الأبحاث من خلالها منقدر أنه نعرف آخر عمليات البحث على قناتنا على اليوتيوب أو على اليوتيوب بشكل عام في آخر 28 يوم مثل مظاهر بالعبارة فوق. طبعا في عندي 3 تبويبات هون، عندك التبويب الأول وعندك التبويب الثاني وعندك التبويب الثالث. التبويب الأول اللي هو من خلال أو من خلاله منقدر نعرف عمليات البحث على اليوتيوب عن كلمة مفتاحية معينة وكلمات ذات صلة. العلامة الثانية أو علامة التبويب الثانية اللي هي من خلالها منقدر أنه نعرف عن شو مشاهدين قناتنا عم يبحثوا. أما بالنسبة للتبويب الثالث أو علامة التبويب الثالث هي للعبارات اللي أنا حفظتها من خلال العبارات اللي رح تظهر لي بالبحث. مثلا هون رح أكتب AdSense ورح أعمل بحث، رح يظهر لي عمليات البحث عن كلمة أو عن العبارة اللي بتتضمن كلمة AdSense. شوفوا هلا هي العبارة مثلا اللي باللغة الإنجليزية عمليات البحث عنها مرتفعة، هون عندي جوجل أدسنس عمليات البحث عنها مرتفعة، هاي العبارة كمان مرتفع، وهكذا. يعني بنمشي بالتسلسل، مرتفع، متوسط، منخفض. هلا هاي عبارة البحث بتلاقوها منخفضة، شايفين؟ عفوا متوسطة، وهي متوسطة كمان. فيعني كل ما نزلنا لتحت بتقل عمليات البحث عنها في آخر 28 يوم، تمام؟ هون لو ضغطنا على 3 نقط هون رح يظهر لي الخيارات. في عندكم هون الاطلاع على عمليات البحث في جوجل أو يعني جوجل ترند، بيظهر لك قديش عمليات البحث عنها، وفيك كمان تعمل لحفظ أو إزالة أو الإبلاغ. هون هي علامة التبويب، هون لما نحفظ كلمات أو عبارات رئيسية مفتاحية. لو رجعنا هون على علامة التبويب الأول رح أعمل حفظ من هون، شايفين؟ فقط بضغط هون على هي العلامة فرح ينضافوا بقائمة المحفوظات، شايفين؟ هلأ هون رح أروح على المحفوظات من فوق، بس قبل ما أروح رح فرجيكم هون رح تظهر هي البلدان الأربعة فقط، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، وبقية هدول الدول. مثل ما لنا شايفين أصدقائي، اليوتيوب وعد أنه رح يعمم هي الميزة على بقية البلدان، وكمان للأسف ما بيتوفر أو ما بتتوفر هي الأداة إلا باللغة الإنجليزية. لو بحثت عن أي عبارة باللغة العربية فما رح يظهر لك نتائج. لنطالب بهذا الشيء، نضغط على إرسال تعليقات من هون ومنطالب نكتب له رسالة أنه نرجو إضافة اللغة العربية وبقية البلدان. شكرا كتير لكم على المتابعة أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم نادر الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.